أنا بعشقك أنا، أنا كل لك أنا، أنا 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 أنا، يا من ملك روحي بهوى، روحي بهوى، ده الأمر لك طول الحياة، طول الحياة، ده الماضي لك وبكرة لك وبعده لك، ده الماضي لك وبكرة لك وبعده لك، ده نفسه هادي وفي منامي بندهك وبسألك بتحبني ولا الهوى عمره ما زارك، بتحبني ولا انكتب عالقلب نارك نارك، قول يا حبيبي حبيبي قول يا ملك. يا سارة، المزيد من الغناء والأخبار حول سارة فرح والمزيد من اتصالاتكم مباشرة بعد وقفتنا الإعلامية. سارة فرح خريجة ستار أكاديمي ويلي حصلت على المرتبة الثانية بعد ما الكل توقع أنها تحصل على المرتبة الأولى، ما زالت بضيافتنا باستوديو عيون بيروت ومعنا اتصال سارة إيمان من المغرب. في كثافة كتير على السنترال وكتار عم بيتصلوا فينا من أكتر من بلد لأنه محبين كتار. إيمان، ألو. ألو، أهلين. أهلا فيك إيمان. سارة، ممكن كلم سارة؟ ايه سارة معك، تفضل. هاي ايمان. هاي سارة، كيفك حبيبتي؟ منيحة، انت كيفك حبيبتي؟ اشتقت لي كثير. انا كلمتك مرة، بتذكر اذا تذكرتيني، بس بدي اقول لك انه بحبك كثير كثير كثير، وبضلني اكلم خالتي عزيزة، ما بعرف اذا بتقول لك ولا لا، بس بسلم عليك كثير، ويا ريت يا ريت تشرفينا بالمغرب عن قريب، يا ريت. اكيد جاي حبيبتي، ميرسي. بس بدي اقول لك انه كنا بنحبك رنيم وانا وكثير كثير ناس، وإلينا وجيهان وفيفيان، وكنا بنحبك كثير، وبتمنى نشوف جديدك عن قريب. اوكي، ان شاء الله ايمان. نحن رح نشكر كثير اتصالك، رح نجرب هيك شوي نختصر بالحديث بالاتصالات لنقدر ناخذ كم اكبر من الاتصالات. ميسون من دبي عم تحكينا، مرحبا ميسون. الو الو، اهلا وسهلا فيك ميسون، تفضلي. هاي، first of all I want to thank you for interviewing سارة. Our pleasure. يا هلا. يا هاي سارة. هاي، كيفك؟ تمام، انت كيفك؟ انا بحبك واشتقت لك كثير كثير. حياتي، ميرسي. للاسف ما عم بقدر احضر الانترفيو، بس قالوا لي طالعه بتشل كثير. يعني بتشلي؟ هذا التعبير، هاي كلمة سورية، بتشلي. اوكي، بدي اسألك، انت حتيجي على دبي؟ على دبي هلا عندي حفلة فيها، بس يعني اقل من شهر ان شاء الله بكون بدبي. اوكي، لازم نشوفك. بدي اسألك اذا انت وقعتي عقد مع اي شركة او هيك شيء؟ لا، ما في شيء هلا. ما عم تتكتم، ما عم تحكي شيء. لاحظت. ليكي بتعرفي شو ميسون من العيون. يمكن صراحة سارة بتستاهل، يعني قد ما هي حلوة اسم الله وصوتها حلو، اكيد يعني بتخاف من الحسد. معك حق. ميرسي يا ميسون، شكرا لك ولاتصالك. سميتك سارة عم تحكينا، مرحبا من المغرب. سارة مرحبا. مرحبا، اهلا وسهلا فيك. فيني اتكلم مع، اهلا وسهلا، فيني اتكلم مع سارة؟ لا ما فيك، النمرة غلط. تفضلي. اكيد. اوكي، اول شيء شكرا كثير على استضافتكم لسارة. يا هلا فيك. يا هلا سارة، يا هلا. وكنت حابة اقول لها اني عندها كثير جمهور ما كانش بيتابع ستار اكاديمي، بس من شان سارة صار يتابع ستار اكاديمي. حلو. فيني اطلب منها كمان اذا بدها تخبرنا شيء؟ ما فهمت. احكي شيء. سارة هاي، كيفك؟ كيفك سارة؟ منيحة أنا كثير. اشتقنا لك.
وانا كمان. سارة حبي تطلبي منا اغنية هلا تسمعيها بصوتها ولا في شي سؤال محدد؟ ايه اذا ممكن تخبرينا عن مشاريعها المستقبلية، واذا ممكن تغني لنا شي من هيام يونس مثلا. هيام يونس تعلق قلبي بفلسان عربية. اوكي حياتي. اوكي سارة شكرا كثير لاتصالك. بنلبي لها دغري الطلب مباشرة. هلا هدول الاغاني ما كثير حافظتها. اللي بدك اياها، انا اكيد الفانز الخاصين فيكي ما بيزعلوا من اي اغنية بتختاريها. اوكي. اجمالا انت يعني بالحفلات هلا اللي عم تعمليها شو عم بتغني؟ اي ريبرتوار؟ انا هلا ما عم بعمل حفلات. يعني قلتي اقل من شهر رايحة على دبي. ايه بالحفلات الجاية ان شاء الله، بس هلا ما عملت شيء. رح اغني هاي الاغنية كثير بحبها. غصب عنا والله عنا يا عين حبنا، غصب عنا والله عنا يا عين حبنا، شذب من قاها وشمنا، اشتريد تموت اشتريد تموت، انا موت وياك وقبل ما موت اصيح محيب احبنا، لعيونك انت يا حلو يا حلو لعيون، تسلم يا فرحة من العمر يا ضي العيون، مر بينا مر بينا بينا تلقى الوفا فينا، لا 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 ما نقدر على دمعة العيون، لا لا ما نقدر على دمعة العيون، دمعة العيون. يا سارة الله على الصوت الحلو. وماما الناطر كثير ليلى عم تحكينا من بيروت، مرحبا ليلى. اهلا راكدة، اهلا وسهلا فيك حبيبتي. تفضلي ليلى. انا مبسوطة انه عم بيتصلوا فيها الصبايا وهي كثير لذيذة وصوتها كثير حلو. بس في نصيحة لازم نقولها، لانه ما يضرب الغرور هالقد بكير فيها، لانه كثير صاير في غرور انه ام كلثوم، يعني بعد بكير تقول هي انه خليفة ام كلثوم القرن الواحدة وعشرين، يعني انه اوكي اوكي، بس وبعدين انه صرنا شبعانين من كل اللي بغبيش بغنوا، مفحوحة ومبيضة وموجوعة بكير، يعني انه بالعكس اذا بدها تبلش تكون مظبوط مثل مظبوط لازم تكون كثير قوية وشخصيتها قوية وتكون على طبيعتها، وما هالقد بدها القصة كلها يعني. خلينا نشوف شو. اوكي يا ليلى ميرسي لاتصالك. خلينا نسمع كمان سارة. سارة بيقولوا عنك مغرورة، شيء انت مغرورة؟ هلا اذا هن حابين يفسروا ثقة الشخص بنفسه وباللي عنده غرور فاتس اوكي، انا مغرورة ما عندي مشكلة. هذا اول شيء. ثاني شيء، لقب ام كلثوم القرن ال21 انا قلت انه هو شرف كثير كبير ومسؤوليه كثير كبيره، حتى الجمهور يلي بحبني ويلي لاقى فيني الاداء الصح لاغاني ام كلثوم، حتى الي انا ما عم بمشي وعم بحكي فيها انه انا ام كلثوم القرن ال21، لا انا عم اقول انه انا حملت مسؤوليه كثير كبيره، ان شاء الله اطلع قدها. هذا منه غرور نهائيا، بالعكس لو اني مغروره كنت ما بطلع لمقابله وبس يطلع لي هذا اللقب، كنت بقول انا ام كلثوم ما حدا يغني ام كلثوم. لا سوري، بس بعدين انا مريضه عن جد والشخص يلي على نسق الست هي اللي هلا اتصلت، شو اسمه؟ ست ليلى. ست ليلى يفضل ما يدق لي تليفون وما يحكي على البرنامج، لان هدول الاشخاص اجمالا عم يتعرضوا لصراحه ساره فرح، وساره بس تتعرض لاي
انرجي سلبيه يعني، رح تواجه بكل صراحه. ويفضل انه اصلا بالبرنامج بنستقبل كل الاتصالات، بس كل الاتصالات بس الاشخاص يلي بيتصل فيني ويحكي معي بطريقه غير لائقه رح يسمع جواب غير لائق. رح ناخذ كمان اتصال جوده من بعلبك. مرحبا. الو الو، كيفك يا جوده؟ ماشي الحال، كيفك انت؟ انا تمام، تفضل. بليز بدنا نحكي مع ساره. ايه تفضل. الو، هاي هاي، كيفك؟ كيفك ساره؟ منيحه تمام. انا كثير بحب اغانيها لساره وبموت فيها كثير 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 كثير. حبيبي يا جودت، كلك ذوق. بس بدي اسالك سؤال. تفضل. امتين انت رح تغني في اغاني؟ انا عندي كل اغانيك وكثير كثير كثير بحبك، مش شوي. حبيبي جودت، مسجل الاغاني من ستار اكاديمي؟ ايه كلهم منزلن على السي دي، كل يلي مغنيتهم بالبرايمات وبقعد طول النهار بتسمعهم. لا في منهم مو حلوين، لا تسمعون. شو بلا بلا، اكثر شيء وقت ما اكتئب اكتئب بسمع ساعات ساعات، لانه بتطلع منك مش طبيعيه من جوا بتطلع. ميرسي، كلك ذوق. كلك ذوق. يلا مكتئب انت هلا؟ بلكي من الا تسمعنا ساعات ساعات. هلا اذا بتعمل عرفتك تغني لي ساعات ساعات، بس ما احس قد ايه وحيده، هيدا ازمتي. اوكي يا جوده، ان شاء الله ما بتكون وحيد ابدا. شكرا لاتصالك. قبل ما نسمعك كمان رح ناخذ اتصال من لندن. معنا الينا. مرحبا الينا. الينا من لندن. اي اهلا وسهلا فيك الينا، من لندن عم تحكينا، تفضلي. هاي ساره. هاي هاي، بحبك كثير بموت فيكي. ميرسي يا قلبي، كلك ذوق. وبعشق صوتك، بعشق صوتك عن جد. ام كلثوم، صباح، نجوى، كرم، كلهم كرم. ميرسي، كلك ذوق. بدي اسالك سؤالين. تفضل. من فضلك، لما كنت تغني في البرايم كيف كان شعورك لما تشوف الرياكشن تبع الاساتذه؟ لان كنا نشوفهم ينبسطوا كثير، سو كيف كان شعورك؟ والسؤال الثاني، هل انت على اتصال مع الاساتذه ومن هما؟ اوكي. لانهم كثير بيحبوك. اوكي يا الينا، رح نسالها سؤالين. شكرا، ثانك يو، ميرسي. كيف كان شعورك بس تشوف الاساتذه وبعدك على اتصال مع حدا منهم؟ هلا انا معروفه انه قبل كل برايم كان عندي خناقه مع حدا. ايه انا كنت اطلع على البرايم عم برجف، خصوصي بس يكون تقريبا كل برايم كان عندي وقفه على الستاند مسرح كامل، بدي اطلع ادي اغنيه لست صباحا وست ام كلثوم. فكان عندي خوف شديد من كل برايم كنت اطلع عليه، يعني مسؤوليه كثير كبيره كانت علي محطوطه. سو بس كنت اطلع اغني، كنت لاقي وديع عم يغني معي، يلا يلا عم يغني معي اغنيه، له كذا لقطه عم يطلعوا هيك. مدام ماري عندي اياها بالدنيا كلها على فكره، ما بتنوصف هاي المخلوقه نهائيا، يعني بتلاقيها كثير مسلطنه وعم تميل معي على الغنيه. استاذ فؤاد رائع، استاذ فؤاد باخر برايم وقت اللي غنيت انت عمري وقف وصار يزقف لي. انا هي عندي اياها، يعني عندي اياها بالدنيا كلها، انه اشخاص عمالقه من هدول الاشخاص من هاي الاسماء عم بتسلطن على صوتي، عندي اياها شهاده كثير كبيره بعتز فيها. مدام رولا كثير بتحبني، فكان ضلها هيك مبتسمه، خصوصي وقت اغنيتي يا دلع صارت تعمل هيك. بحبها كثير مدام رولا. بعدك على اتصال معهم ساره؟ اكيد اتصال مع مدام رولا، استاذ وديع، استاذ خليل، مدام ماري، استاذ فاضل، كلهم على اتصال معهم، استاذ ناجي من كم يوم شفته. خلينا ناخذ كمان اتصال هاتفي. مارسيل من بيروت، مرحبا. مرحبا. يا هلا فيك يا مارسيل، تفضل. كيفك؟ في احكي مع سارة بليز؟ سارة معك، يلا. هاي سارة. الو يا سارة. هاي مارسيل. عرفتيني؟ عرفتك. بس نحن ما عرفنا. بس انا عم بدق مارسيل. نعم. بس انا عم بدق ترد على المرة اللي عم بتقول انه انت مرشحة وهيك، تقلها انه سارة كانت عن جد بالفرسة من يومين. مارسيل منين تعرفها؟ برات الهواء. هو رفيق كثير. رفيقة، اوكي. وي صديقة لا سارة. اوكي مارسيل. فإذا عم تأكد إنها هي كانت مريضة. إيه نعم. سلامة قلبي. ميرسي مارسيل حبيبي. اوكي. بس مارسيل هيك يمكن ما في شيء تسألي لأنك أنت مقرب منها، ما هيك؟ إيه نعم إيه. اوكي. بتشوف. بتشوف بتقول لك. شو بده يشوف؟ يلا اتصالك مارسيل. ثانك يو لا مارسيل. خلينا على السريع فاتن من سيدني ناخذ اتصال. نرجع في ايميلات كثير بين ايديك. فاتن مرحبا.